عسلامة يا جماعة، مرحبا بكم من أول فلوق في جربة. هذا أول نهار، أول نهار معناها نبدأ من صباحه. هذا كان نهار الأحد، احنا وصلنا نهار السبت، وهذا الفيو متاعنا من البنغالو. شوفوا محليها كالفيو. حسيلو كملنا فطرنا وبعد بيت الحبر في التروس متاع البحر كالعادة، التروس اللي فيه ليزيكرون سولير والفازيت، وهذاك اوترمال. ديما البنات هزو معاكم اوترمال في البحر، خاطر كي تخرجوا من الماء ويبدا وجهكم كله في الماء المالح، هذيك الاوترمال يعاون بالقداء الفوق على الهيدراتاسيون. وبالطبيعة كيما كل تونسي لازم نهزو معانا الجلاسيير، برغم البلاصة اللي نقعدو فيها ممنوع فيها تهز معاك ماكلة ولا شراب ولا أي حاجة، لازم تكونسومي كل شيء من عنده، مي كوميم لازم واحد يهز معاه جلاسيير. حاسيلو هذه هي الريزيدونس اللي نحنا قاعدين فيها، أتو نحكي لكم عليها وعلى كيفاش نمشيو وقديش وكل شيء في فيديوهات أخرين. هذه هي الجية، هي في أغير بيي دون لو بريسك، جوست تقص الكيس، أما البحر اللي فيها ما يعومش، هذاك علاش نمشي ونعوم في بلاصة أخرى. هذه هي الريزيدونس اسمها جربة بارادايز، وتوا يلا امشيو معايا للبحر. في طريقنا للبحر نتعديو على السيجيا. السيجيا هذه هي بلاصة في جربة في وقت المغرب نتاعهم، ابارتيغ من 6 نقولوا نحنا وقت اي مغرب حاسيلو. يجي اللي باش يعمل اي اكتيفيتي يجي للبقعه هذه، يلقى اللي يحب يطلع على الكاليس، اللي يحب يعمل الكواد، فما اللي يعملوا زيد سورتي بالجمولات. حاسيلو في وقت المغرب روعه روعه روعه، فيه المنظر في السيجي غاديكا. صورت لكم فيديو ان شاء الله تنبارطاجي معكم. ولهنا وصلنا للبلاصه اللي عادينا فيها التبحيرات الكل، ملي مشينا للي روحنا هو سيتان بلاج بريفي ريستو، ويكري معناها لي باراسول. تحب انت تكري باراسول النهار ب 30 دينار، من اللي يحل هو 7 متاع الصباح لليوفا النهار. احنا اكثر نهار قعدنا فيه 5 متاع العشيه. الباراسول ومعها دو ترونزات وطاوله ب 30 دينار، وكي تحب تزيد كرسي عادي ب 8000. سينو كي تبدا انت وحدك براسك معناها تاخذ باراسول وترونزات وطاوله ب 20 دينار، مي يحكم عليك ما تجيب معاك حتى شيء، معناها بالسيفنا عليك لازمك تشري من عنده القهوة، الماء، الفطور، كل شيء من عنده هو. ولا دونك هذه الحاجة معناها الخايبة فيه الغستو هذية. أتنواريكم حاسيلو كاملو تفرجوا في الفيديو وتشوفوا شنو كماندينا في الفطور وشنو المنيو اللي عنده كل. ليه الحاجة البيه اللي هو ياسر كالم، ومعناها ويمنع العبيد انهم باش يحطوا لي باراسول قدام غاديكا. دونك العبيد اللي ماشيه باش ترتاح اعصابها وترتاح كل شيء بالحق سي لو بونور كوا. البحر يفتق كما تشوفوا لهنا بالزهر، النهار هذايا اللي انا صورت فيه معناها الفلوج كامل نهارتها سحب شويه الصباح بكري كما قلت لكم يبدا 7. علاش مشينا 7 بالضبط؟ خاطر نهارتها نطلب باش نعمل ريزيرفاسيون، ما هزوش عليا التليفون، قمت بكري حاسيلو ومشينا على بكري. وابار لي ترونزات هذوكم فما لي بايوت، البايوت تبدا كبيره ب 70 دينار، فيها طويول وكريسي كبار، ومعها 3 ترونزات معناها هز عيلة كبيرة بالقداء. فوالا، وهذا هو الجو في جربة. حاسيلو تبدا انت قاعدة على البحر تشوف العبيد طالعة في الجمل تعمل دورة. الدورة ب 20 دينار نسمع فيه يقولهم مانيش عارف اسكو الراس والا الجملة، معناها تنجم حتى جوز ولا ثلاثة يطلعوا عليها ب 20 دينار. حاسيلو فوالا كيما تشوفوا محليه حاسيلو الجو هم تاع الجمل تبدا ماشي جاي. فما امبيونس محليها في جربة تهبل. خذيت قهوة وطويكة جاي وقت الفطور، وهذا باش نوريكم المنيو شنو اللي عنده. هذوكم الأسوام من 22 ل 35 دينار. حاسيلو جربنا هذيك لونتخي اللي يعطيكم فيه شوية هريسة، سلطة خضراء، وشوية بصل هكا كراميليزي. أول نهار خذيت أنا مقرونة فخوي دماغ، وخذيت ما بلا إسكالوب كغيي،
ومن بعد حاسيلو دورناها كل يوم مقرونه، خاطر الحقيقه عجبتنا المقرونه خير من البلا اسكالوب. فما مره ما جربت خذيت بيني على كريم وما عجبتهاش، دونك كملنا بريسك جمعه كامله كل يوم مقرونه في خوي دماغ، على خاطر هذيك الحاجه اللي بنينا. ولو بالطبيعه ما يكمل نهاير في البحر كان بشويه قلوب او شويه غله او عنب وكرموس، ولا حاسين بالرغم اللي هو هاو كوكيز، بس طبيعه لازم حاجه متركنا هكا على اليمين وعلى اليسار. والحقيقه هما متربين ياسر حتى كيف يجيو، خاطر الناس كل تجبد راه مستحيل، اللهم كل الاجانب يجيو من اللي يجيو اللي يروحوا ياخذوا كان كذا يقضيو من عنده الماء والقهوه ويفطروا غامة التوانسه كنا كيف بعضنا. بلي اكتبوا لي في لي كومونتير انتم زيد حاسيلو فيت بيا الفيديو. بالنسبة للعشاء مشينا تعشينا في غيستو المنزل اللي هو موجود في رون بوان ميدون، وكانت الماكلة عنده بنينة برشا برشا برشا. وتنرجع لكم ان شاء الله في ريفيو خاص بالريستو، كل ريستو نعمل كل ريستو بالريستو. ولا وهذا هو كان فلوج اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، واستنوني في فلوجات وريفيوز اخرين.